بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام اليوم عن الميديا تايبس. احنا ماشيين سنة سنة في الميديا كويري، يعني بنحاول نكسرها كده على قد ما نقدر عشان الأمور تبقى أبسط واحنا بنكتب الميديا كويري بتاعنا. يمكن نكون فصلنا السينتاكس في حلقة من الحلقات لما اتكلمنا عن هي بتتكون ازاي، بعدين عرفنا ان احنا ممكن نخلي السينتاكس بتاعتنا مور كومبلكس مور كومبليكيتد، بان احنا ممكن نستخدم كوما سيباريتد ما بين كل واحده والتانيه. بعدين اتكلمنا عن الموديفايرز وازاي نخلي الميديا كويري بتاعتنا برضو متركبه بس بشرط اقوى شويه. اليوم بقى هنبتدي نفصل الميديا تايبس. الميديا تايبس يا جماعه في التعريف بتاعهم بيقولوا ابرود كاتيجوري اوف يوزر ايجنت ديفايسز اون ويتش ا دوكيومنت مي بي ديسبلايد، عباره عن تجميعات او مجموعات كده محجوزة في عرف اللغة بيها بيتعرض من خلالها يعني الموقع، اللي من خلال المجموعات ديت هي اللي بتحدد بقى ايه الموقع بتاعك بيتعرض على ايه، يعني زي تجميعة كل مجموعة خاصة بمجموعة أجهزة يتعرض عليها الموقع ده، كل مجموعة خاصة بمجموعة أجهزة يتعرض عليها الموقع ده. طيب، وعلشان بس نخلص الكلام يا جماعة في القصة ديت في الميديا، طيب بصوا كده، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد امين امين واكرم صلى الله عليه وسلم. الميديا كويري يا جماعه اللي احنا شغالين عليه الاصدار الرابع. الاصدار الرابع ده كان اكستنشن للاصدار الثالث. الاصدار الثالث ده بصراحه كان انا عندي فيه ميديا كويريز كتير، اول واورال وبيرل وحاجات كتيره جدا، بس اكشولي في الاصدار الرابع 75% منهم عمل لولو ديبريكيتد، اتشال اتحذف من قلب السبيسيفيكيشن بتاع ميديا كويري بتاع سي اس اس، وقالوا لي دولت ما لهمش استخدام دلوقتي، دولت بيجوا لوكالايز، دولت اتضايقوا واتحذفوا خالص ديبريكيتد، فاحنا مش راح نتكلم عنهم. في حين اللي باقي يا جماعه البرنت، وده نوع من انواع الميديا كويري علشان بنستخدمه علشان لما نيجي نصدر الويب بيج علشان تروح لتاثير الطباعه، السكرين لما نصدر الويب بيج علشان تتعرض على سكرين زي الكمبيوتر وتابلت وسمارت فون وكذا، والسبيتش نوع من انواع الاجهزه اللي بيبتدوا يقرا الكلام، يعني زي كيندل واجهزه اللي الحديثه والاجهزه اللي بيتعاملوا معاها المكفوفين والكلام ده، حتى الويب بيج ما بيسيبش الامور ديت هباء، لا ديت برضه ليها ديفلوبنج وليها ديفلوبرز والناس برضه بتطورها. يبقى دولت الثلاث انواع اللي ما اتعملوا لهمش ديبريكيشن من فين؟ من السبيسيفيكيشن، او اللي ما واجهوش من السبيسيفيكيشن بتاعت الميديا كويري الاصدار الرابع، فبالاضافه طبعا الاول اللي هو بيتعرض لي على كل حاجه. فالميديا طيب يا جماعه مش حيره، الكلام ده كله عملوا له ديبريكيتنج ليه؟ يعني وجع ليه؟ عملوا له ديبريكيتنج لان هو كان عامل مشاكل، هو ما كانش مستجيب ل لو ما كانش استخدامه وظيفي يا جماعه. علشان كده هقول نقطه مهمه جدا ويا ريت نركز فيها بالله يا جماعه، النقط اللي اتعمل لها ديبريكيشن ديت ما كانتش لوكالايزد، ما كانتش مفيده، عشان كده عملوا لي ديفلوبمنت لفيتشرز لميديا فيتشرز، وده الكلام اللي هنبتدي الكلام عنه في الحلقه اللي جايه. عملوا لي خصائص، الخصائص ديت بتقوم لي بالدور اللي بتقوم بيه ثلاث ارباع ميديا كويري مور سبيسيفيك على وجه اكثر تخصيصا، وهي عباره عن فيتشر ها، يعني برضه جزء من الاكسبريشن، فاهمني؟ الفيتشر ديت هي المهمه، هي الاكسبريشن اللي راح يتكتب عليك. انا ما يهمنيش الميديا تايب، تمام؟ او الميديا تايب الشائع بالنسبه لك اللي احنا راح نكتبه هيبقى عباره عن سكرين اور اول، سكرين اور اول، مش هتلاقينا نكتب برنت غير مثلا في احيانا او في اوجات قليله. فده التلخيص بتاع يا جماعه الميديا تايب، لان الميديا تايب عملوا لي مشاكل فعملوا لها ديبريكيشن وجعوها من جانب السبيسيفيكيشن، وحطوا مكانها مجموعه كبيره جدا من الفيتشرز اللي بتقوم بادوار مختلفه، واللي احنا ان شاء الله باذن الله نحاول نفصل اللي نقدر عليه منهم في الحلقات اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نتقابل إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية وميديا فيتشرز. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.